كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات يعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. احنا بنستعين بمؤسسة التمويل الدولية بحيث يكون هو الاستشاري للحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ويمكن خبراتهم الكبيرة في هذا الموضوع وقدرتهم على تسويق الأصول المصرية هتساعدنا بصورة كبيرة للانتشار والخروج للأسواق الدولية علشان نضمن أفضل استفادة ممكنة من الأصول المصرية في هذا الشأن.